تباشر هيئة التشاور والمصالحة باليمن عملية وضع إطار للسلام بالبلاد من أجل العمل على الحفاظ على تماسك مجلس القيادة الرئاسي وتوسيع قاعدة الشراكة. وكانت الهيئة دشنت في العاصمة عدن اجتماعات للجان أو لاجتماعات لجان عملها المكلفة بوضع الإطار العام للرؤية السياسية لعملية السلام الشاملة ووثيقة المبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية الشرعية، وكذلك اللائحة الداخلية لهيئة التشاور والمصالحة. لمزيد من التفصيل ينضم إلينا من عدن مراسل القاهرة الإخبارية إياد الموسمي. إياد، أهلا بك معنا في هذه الجولة. إذن هنالك وضع أو محاولة وضع أسس للتشاور والمصالحة بين القوى السياسية اليمنية، ضعنا في هذه التفاصيل ومن المستهدف في هذه المشاورات؟ الخير الجميع. نعم، هيئة التشاور والتصالح المنبثقة من اجتماع الرياض الذي عقد العام الماضي شكلت هذه الهيئة لمساندة مجلس القيادة الرئاسي. الأسبوع الماضي عادت الهيئة إلى العاصمة عدن وبدأت اجتماعات مكثفة للجانها الفرعية، ومن ثم دخلت في نقاشات عميقة استخلصت هذه النقاشات عدد من الرؤى ومسودة التشاور وأيضا اللائحة الداخلية واللائحة الداخلية للهيئة. لكن اليوم كان هناك اجتماع مقلق قبل ساعة من الآن، حصل هناك اجتماع مقلق لرئيس وأعضاء الهيئة بالإضافة إلى جميع أعضاء الهيئة. نعم، جميع أعضاء الهيئة شاركوا في هذا الاجتماع عدا تغيب 10 أشخاص من أعضاء الهيئة. الهيئة تتكون من 50 عضوا جميعهم يمثلون المكونات السياسية اليمنية المختلفة المنطوية في إطار الشرعية اليمنية في عدن. هذه الهيئة تعمل منذ أسبوع بشكل حثيث على التوصل إلى رؤية للعملية السياسية بين المكونات اليمنية المنضوية في إطار المجلس القيادة الرئاسي. أيضا في جانب فيما يتعلق بتوسيع الشراكة، هناك أنباء بأن الهيئة ربما تتسع لأعضاء جدد سينضمون لهذه الهيئة بهدف التشاور وأيضا مساندة المجلس القيادة الرئاسي والحفاظ على المجلس ومن من من أي مشكلات قد سياسية أو تباينات بين الأعضاء قد تطرأ. هذه الهيئة ربما ستتدخل وستضع يعني استشاراتها، وأيضا خصوصا وأن هناك الكثير من أعضاء الهيئة يمثلون يعني شخصيات سياسية من جميع المكونات، سواء من مجلس القيادة، سواء من المجلس الانتقالي الجنوبي أو من نعم. مكون المؤتمر الشعبي العام أو من حزب التجمع اليمني للإصلاح وغيرها من الأحزاب اليمنية الموجودة في المجلس القيادة الرئاسي. نعم، إياد الموسمي مراسل القاهرة الإخبارية كنت معي من عدن، وأثر شكري لك لما أفضيت من تحديثاتي حول هيئة التشاور والمصالحة في اليمن. شكرا لك.